قبل الفصل خلينا ضيفنا احمد نجيب الشاب يحاول يقنع ياسين يسلم روحه في انتظار المكالمه الثانيه اللي باش تكون المره هذه بالفيديو. جينا صور من داخل المقر نتاع يظهر الخطف ديجا مع المسدس جاسور ربي يقدر علي ضمن يظهر لي ربي يحبوا علي 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 عدي لي السيناجير فاتي سينجيب عادي لي سينجيب تفضل معك 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 فضل. معك سينجيب معك تفضل انا معك بابا راجل كبير دزوه طيحوه مرمدوه خويا لزوه باش يحرق مات في البحر امي الله يرحمها توفيت وخلتني وحدي يا اخي عليها بالك حيوانات يحبوا يلزوني نموت انا زاد يا ولدي انا والله الا كان معنا مستعد باش نجيك تو ونوعدك باش ندافع عليك اما يرحم والديك يرحم والديك التهديد بالسلاح راهو الجواب نتاعو هو استعمال السلاح به معاه بو ياسين الو 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 وي ولدي اهلا بيك اهلا بيك حاش نحوالك خويا جيبوا لي ولدي خويا انا تضرب فيه بالكريم وجاي وداخله بعضها جيبوا لي ولدي خويا عديلي عديلي اي واحد نحكي معاه تفضل يا حاج تفضل يا حاج صباح الخير صباح الخير سيد مالي لا انا معك نجيب الشابي من تونس احنا متصلين مرحبا مرحبا ايوه انا جيناك يا سيدي في الاخر يا سيدي هاو سياسي جيناه يا سي نجيب لا يا سيدي ولدي راهو ذنبه في رقبتك انت باهي انت تخطب علينا ومعارض وكل شيء يا خويا انا نستعرف بك انا انت بارك الله فيك ادخلني تاون الوالي والله قول له علاش تدز في الراجل دز دينار وسي نجيب وركب هاي نوريها لك تشوف فيها تو مجموعه خمسين خمسين ولدي أمري فهديوه في اللونتين حتى أنا قاعدين يعملوا في مونديال سيدي العزيز أراو متفاهمين الوضعية الصادق 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 مانيش عبد عزيز غلطوك يا سيدي نجيب أنا اسمي الصادق مرحبا بيك سي صادق اسمعني يلزمك يرحم والديك تساعد باش ولدك يخرج من المأزق اللي دخل فيه أراو قوات الأمن في الولاية ولدي في الولاية إي نعرف قاعدين نتفرجوا فيه توا بالإنترنت قاعدين نشوفوا فيه عم الصادق ما مش نجيب الشابي وغشش ياسين اللي ما يحبش بوه يدخل على المباشر ياسين ياسين عطيك صحة حاج ربي يقدر الخير وكا ياسين ياسين دقيقة بربي دقيقة بالك سي نجيب ربي دقيقة نكون مسؤولين في اللحظة هذه مش حكيت تمشي غادي تمشي يقتلوا في ثنية معناتها انت ماشي غادي عليك خسيتوا المباشر ما عادش قص عدي لي سي نجيب اسمعني عايش ولدي راهو واحد في وجه قوة كبيرة ما ينجم يعمل شيء باش تنتهي إلى مأساة ولو كان تسمع كلامي والله العظيم ندافعوا عليك أنت تسمع كلامك أنت غلط أنت غلط ما تكبرش الغلطة متاعك هبط السلاح متاعك هز يديك الفوق والله لا يصيبك شيء وراسك والله العظيم لا يصيبك شيء خليه يوقفوك مساج ذنبي في رقبتك يا سي نجيب في رقبتك هاو التوانسة كل يسمعوا فيا دمك في رقبتي يرحم ولديك بابش وحط هبش نهبط السلاح هبط السلاح وهز يديك هبط السلاح وما تخافش والله لا تخاف هاو كلمتي يعطيك الصحة يعطيك الصحة دخلوا بالطبع فما خطأ لازم يتعاقب عليه دون مغالاة دون مغالاة هذوما وليداتنا لو كان مش المر دزهم ما كانوش يوصلوا لحالة اليأس رغم الفرحة بنهاية الاحتجاز نجيب الشابي وجه رسالة رئيس الحكومة باش تتم معاملة الحكاية كحالة يأس شو؟ أكدا؟ لا أنا عش أنباء أكدا؟ أنباء عن... بي اخبار صحيح ولا انباء اخبار صحيح ولا انباء عليه هو تم الاجهاز عليه قبل اليوم انا جاوبني صحيح هو صحيح ولا لا كنا في صدمه شو عمل مسكين شو عمل لماذا قتل الخاتف بدل ما هو سلم روحه شنو الغايه من قتله شنو الغايه من قتل الخاتف التسليم حسب الظهر قاع بالصوره القى السلاح نتاعك شو عمل مسكين
خبر وفاة ياسين أثر على نجيب الشاب اللي عينيه دمعت وما لقاش تفسير لهالنهاية الحزينة بعد ما كان متأكد اللي الخاطف لوح المسدس من يده. معش هذا تصرف قانوني لا تصرف غير قانوني إلا كان في بيتنا مش شنو 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 شايف 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 وقت اللي يلقي وقت الامتحان شنو الامتحان اللي سبق من نوحة أخوي شبيك حدث نجيب ما خلقناش يعني يقوموا بالعمل بتاعنا ذكر اللي فما اقتحام من القوات العامة الداخلية السعودية منعش عليش اقتحام هذايا ما سابقا من نوع يطلبوا منه باش يلقي سلاح ويهز يديه الفوق تسببت الموت بتاعو أنا تسببت في الموت بتاعو بطبيعة ليش؟ التدخل بتاعك التدخل بتاعك أعاق التدخل الأمن شو هذا؟ قتلوه البوليسية انتم سامحني كيفاش تقولوا التعليمات؟ كيفاش تبلغني هذا؟ لا قل لي كاميرا كشيف مش مبثوثة على لا لا مش مباشر الحمد لله لا لا مش مباشر الحمد لله الله يسامحك الله يسامحك يا المسدس ياسين خويا راهو اللي تعمل فيه هذا مش باش حل المشكل راهو بزيد عقد المشكل